مني. ياه تاني، ما بنتوعد بقالنا كتير. يتوعد اسرائيل بضربات مؤلمه من المقاومه. يعني مش من ايران. هنا بيقول لنا اللي هيضربه المقاومه مش ايران. خلاص هنا يبقى خلي بالكم، العنوان ده مهم قوي. خامنئي ده المرشد الاعلى يتوعد اسرائيل بضربات مؤلمه من المقاومه. يبقى هنا ما جابش سيره ايران. هنا بيتكلم على مين؟ على الأزرع ايران اللي موجوده، سواء بيتكلم على حزب الله، بيتكلم على الحوثيين، بيتكلم على الميليشيات الموجوده في العراق، الحشد الشعبي وغيره، بيتكلم على الميليشيات الموجوده في سوريا. يبقى هنا بيتكلم على الأزرع ايران في المنطقه. مفيش يعني معناه كده بيقول ان ايران مش هتدخل في مواجهه مع اسرائيل، وهذا هو اللي ايران بتشتغل عليه من بدري. ايران مش هتدخل عشان حسن نصر الله، مش هتدخل عشان بشار الاسد، مش هتدخل عشان عبد الملك الحوثي، مش هتعمل الحكايه دي، ولا عشان اسماعيل هنيه. مش ممكن ايران هتعمل ده، هتضيع اللي عملته بلها 20 25 سنه بتبني في برنامج نووي، هتيجي تضيع عشان اسماعيل هنيه، ولا عشان عماد مغنيه اللي اتقتل في سوريا في 2008، ولا عشان السفاره بتاعتهم اتضربت، القنصليه بتاعتهم، ولا شيء، ولا حاجه. وضرب وحسن ولا شيء. خلاص عدي يا سيدي، عدي. هو يقول لك عدي عدي، ما خلاص عدي. وانا اعمل ايه يعني؟ هروح اواجه امريكا؟ ايران مش هتواجه امريكا، ومحدش هيواجه امريكا بالمناسبه. محدش هيواجه امريكا اطلاقا. واجه امريكا ازاي يعني؟ ضرب دخلت ايران. طب امريكا جايبه حاملتي طائرات، وجايبه غواصه نوويه، وجايب كل حاجه. يعني هيدخل يجد امريكا تجد الفرصه السانحه بالنسبه لها. ممكن يضرب قواعد عسكريه ليه؟ طب ما يضرب قاعده ولا اتنين، بس امريكا طرف. لو حصل ده شوفوا تعمل ايه في ايران. هتعمل في ايران زي ما حصل في افغانستان، زي ما حصل في افغانستان على طول. ف ايران وايران كمان ظروفها الاقتصاديه صعبه واوضاعها صعبه، ويعني ما عندهاش تكنولوجيا متقدمه، واضح جدا طبعا عندها مشاكل يعني.